أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله كل هند مركزي مجلس اهل سنه وجماعت کے زیر اہتمام ہفتہ واری سنی دینی اجتماع. پہلا مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج حیدرآباد میں منعقد ہے. اس اجتماع کی نگرانی حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی صاحب اور تحصیل سے حاضرتا فرمائیں گے. خیرت کلام پاک سے اجتماع کا آغاز ہوگا. میں گزارش کرتا ہوں مولانا سید حامد الحسن کلیمی علی پاشا صاحب سے کہ وہ تشریف لا کر خیرت کلام پاک سے اجتماع کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان الله. خیرت کلام پاک کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس سے پہلے سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نہیں مانگنے والا
رسول الله